في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. الحديث والذي يؤكر على أثر ابن عباس المذكور هنا أنه قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فدل على أن هؤلاء من قوم نوح. ومعلوم أن نوحا لم يأتي إلا بعدما غير التوحيد، ولذا استشكل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما ذكر في هذا الأثر ولم يتحدث عنه بشيء، وإنما قال: نأخذ بسياق الأثر. وقال ربما لكنه بعيد، كما قال أنهم كانوا في قوم نوح ثم لما ماتوا عبدوا من دون الله فوقع الشرك، لكنه بعيد كما قال. وقد اطلعت على بعض كلام المفسرين إذ قال بعضهم إن هذه الأصنام هي ما بين آدم ونوح، ما بين آدم ونوح، فإذا كان كما قيل فقد ارتفع الإشكال. وإن قيل بأثر ابن عباس هذا فإن الإشكال قائم. ومما يؤكر على أثر ابن عباس هذا أن ما ذكره رحمه الله مما حصل في السابق، وابن عباس رضي الله عنهما قد علم بأنه يأخذ من الإسرائيليين، ويحتمل أن يكون هذا من بني إسرائيل فحدث به بناء على قوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ولكن جماهير الأمة قد أخذوا بهذا الأثر وقبلوه، لا سيما أن البخاري رحمه الله في صحيحه أثبته، فيكون المعتمد على ما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. لما؟ لأنه أعلم ممن قال بالقولين السابقين، ممن قال بأنهم بين آدم ونوح، وممن قال بأنها في العرب ولم تعبد من قبل، وذلك لأنه صحابي. وأي صحابي؟ إنه حب الأمة، ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل الذي هو التفسير. ولذا فإن تفسير الصحابي حجة. لما؟ لأنهم أقرب الناس إلى عصر النبوة، وهم الذين تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم العلم، أو تلقى بعضهم من بعض هذا العلم. ولعل الإشكال يزول إذا قلنا بأن نسبتهم إلى قوم نوح باعتبار قرب الزمن أو باعتبار المكان، وهذا موجود في اللغة، مثل ما يقال عن الطير ابن الماء، مع العلم أن هذا الطير لا يعيش في الماء، وإنما عيشه وتبييضه وتفريخه خارج الماء، لكن لقربه من الماء قيل إنه ابن الماء. وكذلك ابن السبيل الذي هو المسافر. إذا لا إشكال ولا قول آخر غير هذا القول في المعتمد.